المجازر كذلك نقطة مهمة هي مركب الأمل، فيها مشاريع استراتيجية، مشاريع كبرى، مشاريع اللي هي لأن المجازر تشكل تراثا. المجازر القديمة راه من المآثر التراثية أو من البنايات التراثية ديال مدينة الدار البيضاء، ولا يمكن التفريط في هذا. دابا غادي نديروا ليه التأهيل ديالو، حتى هو راه من نهار اللي تحول لا لسيدي عثمان راه بقى الوضعية هكاك، وتما الشباب كيلقاو راحتهم تما، غيكون في واحد المشروع المستوى. كذلك مركب الأمل، مركب الأمل في الوضعية ديالو الحالية لا يساوي شيئا، ولكن خصو تا هو التأهيل ديالو وهذا. وحنا كلفنا شركة سونارجيس باش هي تكون صاحب مشروع المنتدب، باش تكون هي صاحب المشروع، هي اللي غادي دير هاد الإنجازات. لأنه هاد مركب الأمل راه فيه مجلس الجهة، في مجلس المدينة، وفي مجلس عمالة الدار البيضاء، عاد باش القطاعات الحكومية المعنية بالأمر، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة التربية، حتى هي كاينة تما، وزارة التربية اللي فيها السي شاكيب بن موسى، حتى هي مشاركة. دونك كاين واحد المجموعة من الشركاء باش يكون هذاك المشروع في المستوى العالي، لأنه كانت فيه كان فيك الاقصائيات ديال الكوب ديفيز، كانت فيه جائزة الحسن الثاني الله يرحمه للتنس، كان فيه بعض التظاهرات كبرى عالمية، تظاهرات عالمية، بغينا نردوا ليه هذيك الحيوية والنشاط ديالو.